واللي هينزل اكتر هيبيع اكتر، واللي هينزل اكتر هيبيع اكتر. اولا السوق توقف من اكتوبر السنه اللي فاتت، يعني اكتوبر نوفمبر ديسمبر، يعني نقدر نقول اخر ربع في السنه 2018 توقف تماما، توقف من ناحيه البيع المستهلك وبيع الموزعين. الموزعين رفضوا ياخدوا الكوتاز او الكميات بتاعتهم متعاقدين عليها، العملاء كانت بترجع الداون بيمنتس بتاعتها، وده كانت نتيجه ان الحكومه اعلنت والتزمت، قالت انا ملتزمه بتنزيل وبرفع الجمارك عن العربيات الاوروبيه وكل ما هو منشا اوروبي. فبالتالي احنا ما اشتغلناش خالص، والعربيات تراكمت في ميناء اسكندريه وفي ستوكات بتاعتنا. وبعدين طلعت بقى الحمله بتاعت خليها تصدي، فطبعا اثرت على المبيعات واثرت على السوق. توقع بتاع فبراير ومارس طبعا الارقام اللي تم بيعها اقل، ودي ليها دعوه بالحمله. العربيات اللي خرجت من مواني لا تعني ان العربيات تم تسليمها. عندك انا مثال صغير في السيات، دي عربيات خرجت ولسه ما اتباعتش. انا كنت في كل قعده بقول قولا واحدا الاسعار هتنزل، والولاد كانوا عندي يا استاذ كريم وقفت حالنا. قلت لهم وقفت حالكم، هو ده الصح ولازم نقول الصح، واللي هينزل اكتر هيبيع اكتر. في ناس ما نزلتش، في ناس افتكرت انها ممكن تستمر بنفس الاسعار، وانهم ما انت بتقعد برضو بيجي لك وقت انك بتحس انك انت ايه، حدش يقدر يجي جنبك. احنا دايما بندور على ازاي نخترع الزر. ايه الموجود في العالم؟ ايه؟ انك انت كشخص ليك الاحقيه انك تشتري السياره اللي انت عاوزها من اي حته انت عاوزها، مش من الوكيل بس ولا من الموزع. وما فيش حاجه اسمها النهارده الموزع اللي بيسموه الاوحد، او يعني انت ممكن النهارده انا عندي عندك في المانيا تخش سوبر ماركت في كل الماركات تشتري عربيه. اوكي، ما عنديش مشكله في دي. فاحنا ما عندناش مشكله ان بيقول لك انا خلي العميل يبقى عنده امكانيه يروح يشتري السياره بنفسه. روح، اهلا وسهلا. واحنا وانا برحب بحاجه زي كده وبشجعها، وبقول له يا سيدي يا دوله خلي العميل يقدر. اي سلعه هي عرض وطلب. سلوجن او التعبير بتاع جشع التجار، زي بتاع لحمه او بتاع زيت او بتاع، مفيش حاجه اسمها جشع التجار. في حاجه اسمها انا جايبت سلعه عرض وطلب، ما انا لو حطها بسعر معين مش هتتباع. انا لو ما نزلتش غيري هينزل، غيري هيبيع، انا مش هبيع. انا عمري ما حضرت اجتماع لامك. نسبة كام في المية صح؟ صعب قوي السؤال ده. يعني هما لو اتكلموا على السنة اللي فاتت 200,000 وانا بقول 100، فانت عندك مرة عشان الناس بتبتدي بس ارقام عالية جدا يعني. فاحنا كنا بنتكلم على ان السوق السنة اللي فاتت، انا دايما خلي بالك انا رقمي دايما مختلف عن الارقام اللي بتتداول، لان انا رقمي مبني على سيارات تم بيعها وتسليمها للعميل وترخصت. فالنهارده انت بيجي لك ارقام من امك، وفي امك دي زي ما دايما بقول الناس بتقعد وعندها مشكله الانا، فكل واحد بيضرب ارقام. انما لما الناس تقول لك لا ده احنا السنه اللي فاتت كنا 200 والسنه دي هنطلع ل 300.